سبيل تعيشوا 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 وتحيا عربي غاية لمجدنا يهفو فوق جندنا الإعداد التدريب الدقة المهارة والثقة هاجسهم نشامى يتلقون وقع الرصاص بصدورهم وجباههم باحترافية معهودة بثقة لا متناهية أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم جيشنا العربي من أحد أعرق صروح قواتنا المسلحة الأردنية مدرسة تدريب الحرس الملكي مصنع الرجال كونوا معنا مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص كانوا وما زالوا وسيبقون مرتكز القوة ورمزا للتضحية والعطاء فهم أصحاب الهمم العالية الشامخة شموخ الوطن وهم من يحملون أرواحهم على أكفهم ويجعلون من أجسادهم جسورا تعبر عليها أحلام أمة يسيجون الوطن وقائده بسياج من محبتهم يجددون عهد الولاء وعمق الوفاء وسمو الولاء مدرسة من مدارس القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومن معاهدها العريقة رجالها نشامى يؤدون مهامهم بكل الاعتزاز والثقة حيث يوكل لهم العديد من المهام انطلاقا من الأدوار الحيوية التي يؤديها في أي موقع من مواقع الشرف والرجولة بدايات المدرسة عندما كانت مركز ولغاية عام 2000 من 1974 ولغاية عام 2000 كانت تعنى بتدريب دورتين رئيسيتين فقط لا غير دورة الأمن والحماية أمن حماية الشخصيات وهي متطلب رئيسي لكل ضابط وفرد للقيام بواجباته على أكمل وجه وهي العمود الفقري حقيقة لهذا اللواء وهي مستمرة لغاية الآن معنا ولكن مع بدايات الألفية الثالثة حقيقة قفزت المدرسة قفزات نوعية وتطورت بشكل مضطرد حتى أصبحت الآن تضم 18 دورة كلها دورات اختصاص تصب في مصلحة وتدريب الضباط والأفراد والتطور هذا حقيقة ما جاء إلا ليواكب التطور الحاصل في المنطقة والظروف المحيطة بالمملكة طبيعة الدورات اللي موجودة الآن بالمدرسة هي دورات اختصاص وقلنا أنها تصب في مصلحة الضباط أو في تنمية مهاراتهم حتى يستطيعوا أن يقوموا بكافة واجباتهم على أكمل وجه ومدرسة الحرس حقيقة هي مدرسة متطورة جدا متقدمة في المنطقة حتى الآن يعني إحنا يأمنا ويرتدنا كثير من المتدربين لما يتوفر لديها من التقنية في سواء في الميادين أو في المهارات أو حتى على المستوى العلمي أدوار كبيرة مكملة لبعضها البعض وتأتي انسجاما مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مدرسة تدريب الحرس الملكي وبواسلها الذين يتميزون على الدوام بميزات قل نظيرها من حيث الدقة في أداء الواجب والمهارة المتناهية مدرسة تدريب الحرس الملكي تتألف من 4 أجنحة رئيسية الجناح الأول جناح الأمن والحماية ويتم تدريب دورة الأمن والحماية الطويلة والدورات الداعمة في هذا المجال الجناح الثاني جناح القناصين ويتم فيه تدريب دورة القناصين التأسية ودورة مكافحة القناصين ويتم في عقد دورات إنعاش قناصين لوحدات القوات المسلحة الجناح الثالث هو جناح الأسلحة والمشاة
ويتم التركيز فيه على تدريب الأسلحة والمشاه. الجناح الرابع هو جناح الدفاع عن النفس، واللي يتم فيه تدريب دورات الدفاع عن النفس اللي هي دورات الجودسو ودورة الدفاع عن النفس ودورات تيكوندو. مدرسة تدريب الحرس الملكي شارك فيها 3000 مشترك من الحرس الملكي ومن وحدات القوات المسلحة. هو تحييد الخطر وابعاده عن موكب الشخصية عند التعرض للخطر. الآن راح نشوف مهمات أفراد فريق التدخل السريع وكيف عملية ركوبهم في سيارة التدخل السريع. القناصون من رجال الحرس الملكي عيونهم كالصقور التي تنقض على هدفها بكل الكفاءة، حيث تتميز إصابتهم بالدقة العالية والتنسيق بين فريق مقاومة القناصين في مشاغلة الأهداف الطارئة والتي يكون عامل الوقت فيها هو الأهم. جناح القناصين وهو أحد الأجنحة لدى مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص يتم عقد فيه دورات القناصين، ويتم تدريب القناصين على 3 مراحل: المرحلة الأولى التأسيسية، المرحلة الثانية مكافحة القناصين، المرحلة الثالثة مدربون القناصين. ويتم تدريب القناصين من مرتبات الحرس الملكي الخاص وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية وضباط صف وأفراد الدول الشقيقة. تطبيقات يفتخر بتنفيذها كل من شاهدها. تم تنفيذها من حيث الدفاع عن النفس باستخدام حركات منتقاة من كافة فنون القتال الفردية والجماعية، كحركات الجوجيتسو والباندو والجودو والتايكواندو والكيك بوكسينج والسيجال وغيرها. نشميات الوطن، أياد معطاءة عيونهن على مجد الوطن وسؤدده، كلهن فخر بأنهن جند أبي الحسين، حاملات لنبض الوطن في عروقهن، كيف لا وهن أخوات الرجال وأحد أركان بناء الأردن العزيز الغالي. في البداية كانت فكرة إنشاء فصيل مجندات في لواء الحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء الحرس الملك الخاص هي فكرة صاحبة السمو الملك الأمير عائشة بنت الحسين، بالتأكيد بتوجيهات مجلات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، وذلك رغبة في دمج العنصر النسائي في كافة ميادين القوات المسلحة الأردنية. بيسعدنا أنه نلتقي مع أحد المميزات في الحرس الملكي الخاص حتى تحدثنا أكثر عن تجربتها. زادني افتخار انتسابي إلى لواء حمزة بن عبد المطلب الحرس الملكي الخاص الذي بدوره عزز من ثقتي بنفسي وزاد من طموحي لأثبت للجميع مقدرة النشمية الأردنية على القيام بدورها وعلى إثبات وجودها.
كما تقوم مدرسة تدريب الحرس الملكي بعقد العديد من الدورات بكافة أنواعها، كدورات الاختصاص لوحدات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وتأهيل مدربين من الضباط وضباط الصف في مواضيع أمن وحماية الشخصيات والدورات الداعمة له، مثلما يشارك في هذه الدورات الكثير من الضباط والأفراد من جيوش الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من السمعة المتميزة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من جانب، وسمعة هذه المدرسة التي غدت أنموذجا متميزا من خلال ما تؤديه من مهام من جانب آخر. ملازم أول عبد الرحمن خليفة الرويعي من مملكة البحرين حرس الملكي. نسبت دورتي لمملكة الأردن الهاشمية لمدرسة الحرس الملكي الخاص مما تملكه من سمعة طيبة، وحبيت أشكر كل المدربين اللي دربونا وتعبوا علينا، خاصة الضباط. هذه الدورة ممتازة وراح تخليني أرجع وأكمل واجباتي بأكمل وجه إن شاء الله. تلميذ في أمن وحماية الشخصيات طويلة، التحقت في هذه الدورة قبل 3 أشهر. طبعا هذه الدورة من أصعب الدورات في القوات المسلحة الأردنية، لما تحتاج من تركيز عالي ومهارة عالية. تكتسب هذا التركيز والمهارة من خلال المدربين المشرفين على هذه الدورة، بالإضافة لتعريف منهاج المعتدي وكافة تعلم الرماية على كافة الأسلحة وكافة الوضعيات بمهارة عالية للمحافظة على المستوى المتطور الذي وصلت إليه القوات المسلحة. كما يتبع لمدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص مختبر للغة الإنجليزية، يوفر لمنتسبيها القدرة على تعلم اللغة من خلال مدربين ذوي كفاءة وخبرة عالية وجو تعليمي متطور جدا. نشام لهم في الحق صولات وجولات، يصوبون أسلحتهم باتجاه أهدافهم بثقة تبين بمجملها المستوى المتطور الذي وصل له التدريب في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص. نقوم على تدريب جميع المتدربين من الحرس الملكي ومن جميع الدول الشقيقة على المواضيع النظرية والمواضيع العملية والرماية على جميع الأسلحة ومختلف الوضعيات، ونقوم بمحافظة على احتياط الأمان لضمان سلامة التلميذ والمتدرب والحصول على ضابط صف وضابط قادر على التعامل مع جميع الظروف المحيطة بأثناء الحماية الشخصيات. وبعد، فإن نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نسيج منسوج بحب الوطن والولاء للقائد. هم الشجعان الذين يتوهجون على الدوام كما البرق في الأيام العاصفة، وهم الأسود التي تخرج من عرينها إن دعا الداعي، عيونهم على الوطن. نشام غر ميامين يرون بثاقب عيونهم وبخلجات قلوبهم أن الأردن أولاً وكلنا مع القائد وبه ماضون بثقة وأمل.
إنه الأردن وطن الأوفياء الذين لهم في ميادين الشرف والإباء والبطولة مواقف تحتذى، يتزينون بشعار العز الذي يعتلي هاماتهم. هم الذين تربوا على حبه وحب الجيش العربي الذي يعد انموذجا يحتذى به، والذي أثبت قدرته على تنفيذ مهمته في أي مكان وزمان. لكم مني ومن أسرة البرنامج أطيب الأمنيات، دمتم ودام الأردن. Shall I?